قصف مكثف على مواقع يتمركز بها المرتزقة باتجاه تبة القرن قرب قرية رشح بمثلث موزع وكذا اتباب الواقع شرق مفرق الوازعية استباقا لعملية هجومية. تحرك المجاهدون بعد الغطاء المدفعي واشتدت الاشتباكات مع لحظات الاقتحام التي توزعت على أكثر من محور ومجموعة انتهت بالوصول إلى مواقع العدوان واستمرار عملية الملاحقة باتجاه محوري مثلث موزع ومفرق الوازعية. يسيطرون الآن على القرية. يا الله الحمد. أظهرت المشاهد إصرارا وبسالة في تنفيذ العملية وتنسيقا بين قوات المشاة وسلاح الإسناد المدفعي ما أدى إلى تصاعد الإرباك في صفوف الطرف الآخر. وكالعادة عدسة الإعلام الحربي تقف على خسائر المرتزقة الذين اعتادوا أن يتركوا شاهدا على حجم خسارتهم، فهذه مدرعة إماراتية سلمت للجماعات التي تقاتل تحت إمرة الغاز والمحتل وتسمى لواء العمالقة. هذه أحد الغنائم اللي حصل هذا ألوية العمالية ألوية الفراري. هذه الغنائم اللي اقتنمها المجاهدين أثناء اقتحام أحد مواقع المنافقين شمال مفرق الوازعية. هذا مفرق الوازعية. هذا طيران العدوان السعودي يسند مرتزقته عندما نادم الفرار. وتمثل العمليات العسكرية في محور الوازعية وموزع نقطة ارتكاز أساسية في الضغط على القوات الغازية المتواجدة غربا باتجاه الساحل الغربي، حيث لم يعودوا في مأمن أن تأتيهم عمليات مباغتة من أي محور.